أنا تعرفت على العفيف الأخضر في صيف 2008 يعني عند عودتي من الغياب الطويل، ومنذ ذلك الحين توددت علاقتي به، خاصة عندما قمت في ألمانيا. عندما أذهب إلى باريس من ميونخ إلى باريس كنت حريصاً على الالتقاء به، لأنه كان حقيقة معلماً فريداً من نوعه في إرشاد المتطلع إلى المعرفة، إلى الكتب الأثيرة إلى النفس. يعني لم أتعلم منه فكرياً فقط، وإنما في مجال الرواية، فقد كان عارفاً بدوستويفسكي وبتوماس مان وبنجيب محفوظ وبكل الكتاب العالميين. وفكرياً هو الذي أرشدني إلى نص عظيم أنا أعتبره من أهم النصوص في تريست تروبيك، مدارات حزينة لليفي ستراوس حول الإسلام. هذا نص خطير جداً في قراءة أنثروبولوجية للإسلام، كما أنه أرشدني إلى نص مهم آخر لإلياس كانيتي الذي كان يكتب بالألمانية ولم يكن ألمانيا، في كتابه لا ماس اي بويسونس، الجموع والقوة، وهو نص عن الرموز والإشارات في والدلالات في الأعياد الإسلامية مثل أعياد الشيعة مثلا. يعني أشياء مهمة جدا في الحقيقة. وفي سنة في تلقيت رسالة ب 26 صفحة في 8 مايو 1994، ضمنها الراحل الكبير جملة من أطروحاته وأفكاره حول العديد من القضايا تخص الترجمة، تخص الدين، تخص اللغة العربية في المغرب العربي، وبأسلوبه الرائع البديع يقدم هذه الأفكار سلسة بلغة سلسة. في هذه الرسالة في البداية، هو في الحقيقة كتب لهذه الرسالة بعد أن قرأ قصة لي أصور فيها أو أرسم صورة في طفولة الشقية في ريف القيروان، وقريتي ليست بعيد عن مكثر، فوجد فيها يعني شيء من طفولته، لذلك كتب لي هذه الرسالة وقال لي يعني إن سلحفاتك كلمات السلحفات ما زالت محفورة في ذاكرتي، إن سلحفاتك هي سلحفاتي، إنها قطعة نابضة من سيرة ذاتي. في بداية هذه الرسالة يقول العفيف الأخضر: عدت الآن من مسيرتي اليومية لأكثر من ساعة، والتي قلما أتخلف عنها لأن الرياضة ليست صلاة جمعة أو أعياد، بل لا بد أن تكون منتظمة أو لا تكون. إهمال الرياضة والغذاء الصحي ولذائذ الحياة هو عقاب ذاتي عصابي لا شعوري ينتحر به الناس في العالم، وخاصة في العالم الإسلامي المكبل بالتحاليم العصبية من رأسه إلى أخمس قدميه، لأن الإسلام لم يرشد بالحداثة الرأسمالية شأن اليهودية والمسيحية، ثم زاده انحطاط هذه الحداثة منذ الحرب العالمية الأولى إرباكا وضعفا مما حوله في وعي معتنقيه وخاصة الأصوليين منهم إلى مجرد هذيان ميت ومميت. ثم ينتقل العفيف الأخضر إلى الأخطاء الفادحة التي ترتكب في الترجمة العربية، وأنتم تعرفون يعني أحياناً أنا في الفترة الأخيرة يعني كنت أقرأ نص رواية جيمي جويس سورة الفنان الشاذة باللغة العربية وبجانب النص الفرنسي، فكان يعني اختلاف كلي، فأنا أقرأ نصاً مشوهاً بالعربية لا علاقة له بالشعرية وبعمق جيمي جويس. يعني كثير من الكتب نحن نقرأها باللغة العربية وهي ليست جديرة بأن تقرأ بهذه اللغة لسوء الترجمات، وكان العفيف الأخضر دائماً ينبهني إلى هذا النقطة ويقول لي إن القواميس، انعدام القواميس وانعدام القاموس العربي الفرنسي، يعني هو كان ايضا ينتقد المنهج فيعتبره مرجعا ومصدرا اساسيا للترجمه، وفي ودلل على ذلك دلل على اخطاء كثيره موجوده في هذا القاموس.
وهو يقول أيضا أنه مثلا المقدمة اللي هو بتاع ابن خلدون يعني شوهت وحذفت منها كل المقاطع وكل الفقرات المتصلة بالجنس. ما إذ أفلاطون الكتاب العظيم لأفلاطون أيضا كل ما يتصل بالجنس وكذا إلى غير ذلك شوهها. أبولوس الجحش الذهبي ترجم في ليبيا وكل المقاطع المتصلة بالجنس حذفت، فنحن نقرأ كاتبنا بلغة مشوهة. فكل هذه الأشياء كان يشير إليها عفيف الأخضر لأنه كان يتابع رجل زيتوني خرج من تونس لا يملك اللغة الفرنسية وتعلمها وأتقنها، لذلك كان يقول أن الإنسان الذي يقرأ باللغة العربية فقط لا يمكن أن يحصل على ثقافة حديثة بالمعنى الحقيقي والعميق لكلمة الحداثة. يعني نحن عندما نريد أن لابد أن نحدث لغتنا قبل كل شيء ولا نتركها في غبار ماضي السحيق تموت أمامنا ونتعلق بما هو سبق ولاحق وننسى أن اللغة لابد أن تتطور وأن تأخذ من اللغات الأخرى. في اللغة الإسبانية هناك 2500 كلمة، هذا الكتاب الإسباني يقولون ذلك، يقولون إن اللغة الإسبانية فيها 2500 كلمة عربية. نحن تعرفوا معناها ويشير إلى ذلك هنا في النص عفيف الأخضر مثلا ساندويتش لا يقبل به العرب في الحقيقة هو أجمل من هذا الشخص هو كيف الشخص شاطر مشروع شاطر مشروع شاطر يعني مثلا يقول لي مرة أنا سألني ابن أخي عن كلمة فسام التي اعترضته في مقال في جريدة الصباح التونسية فقلت له فتش عنها في قاموسك، لكن لدهشتي لم يحفر لها على الأثر لكنه صدف بدلا عنها الفسماء أي العنز المكسورة القرن. الفسماء يعني شوف يعني هذا هذه ثقافتنا اللي نريد أن تكون حداثة ومنتج مباه هيكل ومنتج مباه هيدوغر ومنتج مباه نيتشه فيها كثير من الأشياء لابد أن نعمل على تطويرها لكي تصبح متلائمة ومتعاصرة. والآن مع الغزو الأصولي شوف هذه ثقافة الموت نستحكي على عذاب القبر ولا يحكون على الواقع. هم لا يرون ما يحدث في القبر ويريدون أن يحدثون عن شيء لا يرونه، بينما اللغة تسمي الأشياء التي على وجه الأرض. فالكاتب هو مشهور لكي يسمي الأشياء الموجودة أمامه، وهذه هي الكتابة. دور الكتابة أن تسمي العالم، تسمي النباتات. احنا أكثر الأشجار لا نعرفها، الطيور بتاعنا اللي تعيش في تونس لا نعرفها بأسمائها. كل واحد عندنا القوبع في القوبع تلوج على اللسان العربي، تلقى أيضا القوبع كذلك غدر. ثم كثير من الطيور لا نعرف أسمائها، بينما الكاتب الغربي أو الشاعر الغربي يعرف كل الطيور. ومن هنا الثراء في القصيدة والثراء في الرواية والثراء في ما يكتب في علم النفس أو في الأبحاث الاجتماعية إلى غير ذلك إلى غير ذلك. ثم يتعرض عفيف الأخضر إلى مشكلة أساسية في المغرب العربي اللي هي اللغة الفرنكوفونية والمدافعون عن اللغة العربية الذين يسميهم الضردافيون، يعني ساخر منهم لأنه يعني كل يتعلق هنا باللغة العربية. والآخرون يقولون أنه نحن وهم يريدون أن يقلدوا الأجنبي وهم ليسوا فرنسيين، فلذا الاثنين يعانوا المتعلقون باللغة العربية والمتعلقون بالفرنسية جعلون المغرب العربي يعيش مأساة لغوية حقيقية في الحقيقة. في مأساة لغوية لكن نحن يعني ثم الآن كتابات في 20 سنة الأخيرة دلت على أننا يمكن أن نخرج من هذا المستقع. في قضايا كثيرة في هذه الرسالة، منها أنه يتعرض للمشاكل التي شغلته في أواخر حياته، الأزمة بتاع رأسمالية، الانحطاط الاجتماعي في الدول الغربية، انحطاط الديمقراطية وأزمة الديمقراطية التي نراها الآن في صعود اليمين في أوروبا وصعود ترامب في الولايات المتحدة. هو كان يعرف أن هناك أحزاب ستنهض في وقت قريب وربما ستحكم بلدان كبيرة، وهذا ما يحدث الآن. مثلا الخوف الذي حدث في هولندا متأخرا، والآن الفرنسيين خايفين من صعود اليمين المتطرف إلى الحكم إلى غير ذلك. هذا هو، وشكرا.